توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب البارالمبية بباريس عقب فوزه على نظيره الألماني. حسم المنتخب الوطني المباراة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على صالة نورث باريس، كما حصدت البطلة فاطمة محروس فضية منافسات رفع الأثقال بعد نجاحها في رفع ثقل 139 كيلوغرام بدورة الألعاب البارالمبية.